يا رب صلي على الحبيب المصطفى وارزقنا سعيا بين المروة والصفا. الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سر من أسرار قبول الدعاء والأعمال، لكن الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لها ارتباط غريب برمضان. في يوم من الأيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلع المنبر بتاعه، وكان منبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم 3 درجات. فلما طلع أول درجة قال آمين، تاني درجة قال آمين، تالت درجة قال آمين، وطلع كلم الصحابة ونزل. فالصحابة بيقولوا لسيدنا النبي: يا سيدنا النبي، وحضرتك طالع المنبر قلت في كل درجة آمين، إيه اللي حصل؟ قال: جاءني جبريل فقال: يا محمد، خاب وخسر أو رغم أنفه من أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة. يا محمد، خاب وخسر من إذا ذكرت عنده ولم يصلي عليك. يا محمد، خاب وخسر ومن أدرك رمضان ولم يغفر له. وجدنا أن الثلاث أعمال دول جم في حديث واحد، وكونهم وجدوا في حديث واحد يبقى في علاقة وارتباط ما بينهم. طاعة الوالدين وإكرامهم مقرون برضا ربنا سبحانه وتعالى، وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ورمضان مقرون أيضا بطاعة الوالدين، لأن عق والديه أعماله لا ترفع. وأصبح وسيط ما بينهم الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي همزة الوصل لقبول كل الأعمال وقبول كل الأدعية، وعشان ده يبين منزلة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا في رمضان لازم يكون لنا ورد من أوراد الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم القولي والعملي. القولي إن أنا أقعد أصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والعملي إن أنا بقى أعمل زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل، مش بس أمسك سبحتي وأقعد اللهم صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لازم أرحم فقراء، لازم أكرم الأيتام، لازم أصل رحمي، لازم أكبر خاطر جيراني، لازم أتصدق بما يفيض عن حاجتي. فالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا أحباب عشان نبقى فاهمينها، في صلاة نظرية إن أنا أقعد أقول اللهم صلي على سيدنا محمد وعد، وده كويس جدا، وفي صلاة عملية إن أنا أقلد سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعايز أقول لك إن الصلاة العملية على سيدنا النبي سر في قبول الصلاة النظرية على سيدنا النبي. يعني الناس بتصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويتعمل حاجات وحشة ما كانش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ولا يعملها، فأقول لك أنا مش حاسس ببركة الصلاة على سيدنا النبي. عشان تحس ببركة الصلاة على سيدنا النبي لازم يبقى لك جزء نظري وجزء عملي، ومن هنا يظهر ويبان فضل الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وارتباطها كمان بشهر الصوم وشهر القرآن وشهر الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب صلي على الحبيب المصطفى وارزقنا سعيا بين المروة والصفا.